أنا في مسجد مطار جدة قبل 10 أو 15 سنة، الناس عرفوني اللي في المصلى حق، تعرف مطار جدة مو في مسجد تحت، وعرفوني يتقدم الشيخ. أنا شفت واحد مع بشتو وعرفت أن الشيخ، قلت له الشرط عليه يعني الواحد يحترم غيره معه. يا سلام. فقدموه وقال في سورة ياسين وعيدها 7 مرات بس إنه بيضع في جنب. يوم سلم يقوم واحد، عاد ما أدري الكاميرا طلعني وأنا واقف ولا، ويقوم واحد نكبتنا الله ينكبك، الله ينكبك، طيرت علينا الطيارة الله يطير مخك. اي والله واحد مصلين ورا، ايش هذا يا ابوي؟ ما تخاف الله فينا، ما تتق الله فينا. اي والله. عاد انا يوم شفته مش وزعل، قلت يا عمي ترى شرعا يجوز لك تقطع الصلاة. نعم. ولا طيارة وحاجة. لو عزلت نفسك. لا ايش يدريني الان نكبنا الله ينكبه. شوف المطار جدة يعني كلكم تعلمون، لو اي واحد منكم قدمناه امام مطار جدة هو الرياض والدمام او حتى لو هو في باكستان ولا في كلمبورغ في ماليزيا، وش تصلي يا ابو معاذ بن حسين؟ بصراحه لا شك تسار الصور، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ من امن منكم الناس فليخفف فان وراه الضعيف والكبير وذا الحاجه.